حارس مستقبل واتسلي العام اللي فات، وهذا العام وين اتصل بي المناجر تاع الفريق سيدو مع زكي، وين كنا في المفاوضات جرت في وقت قصير الحمد لله. عجبني المشروع تاع ليكيب تاع مشريه، وين الحمد لله يا ربي مشريه معروفه على الساحه الوطنيه ماشي غير من هذا العام ولا العام اللي فات. فريق قديم وعريق الله يبارك، وين يحصلنا الشرف بنلعبوا في مشريه، وان شاء الله نديروا عام شباب ونطلبوا من الانصار يوقفوا مع هذه ليكيب. سابق نادي مولودية قسنطينه، فسخت العقد تاعي مؤخرا مع نادي اتحاد سوف بسبب عدم تلقي المستحقات الماليه تاعي. الحمد لله يا ربي بعدما قنعني المناجر عصام وزكي بن سلال باش نجي الفريق شباب مشريه، اللي كانت عندي اتصالات في اعوام، الحمد لله يا ربي السنه كتب لي ربي والتحقت بالفريق، ان شاء الله نشرفوا العقد تاعنا ان شاء الله يا ربي. مشريه تما تاريخ ماشي قال نادي جديد ولا في الرابطه الثانيه ولا. الحمد لله يا ربي كما يقول لك المناصرين تاعهم معروفين باللي اوفياء وكل شيء.